تحليل راقي، ويمكن من خلال فكره احترامي ليه واحترامنا كجهاز فني لفكره. دي كانت من الحاجات اللي هي موضع اهتمام بالنسبة لنا قبل المباراة. وأنا معاه طبعا في تقييمه للشوط الأول. احنا كنا يمكن بدأنا المباراة بشكل جيد ال 25 دقيقة الأولى، إنما فرقة بتروجيت كانت بدأت تمسك شوية نص الملعب، ويمكن احنا بدأنا نعمل ميس باس كتير، فيمكن ال 20 دقيقة دي احنا ما كناش كويسين فيها. ولكن في الشوط الثاني انا كنت حريص جدا ان احنا نركز على منطقه الوسط بالتحديد اللي هي اتكلمت فيها مع اللعيبه قبل المباراه، ويمكن كان في سرعه شويه في التصرف وسرعه شويه برضو في الحركه ادت الى الشكل برضو اللي احنا يعني وفقنا بفضل الله نحرز بيهم هدفين، وكان في اكثر من 3 فرص اخرى يعني اعتقد ان اخيرا كانت بتاعه مؤمن زكريا، لانها كانت هجمه كويسه قوي وهجمه مرتده منظمه جدا. انما في الاول وفي الاخر بقول للكابتن طلعت هارد لاك، وبشكره جدا على الاداء بتاع فرقته النهارده، وبشكره على الاداء الفتره اللي فاتت كمان، لان هو الحقيقه بيقدم عرض يعني او عروض مستوى عالي جدا من الناحيه التكتيكيه، ودي نادره قوي لما بتبقى موجوده في فرق. يمكن في 3 4 فرق بس في الدوري اللي بتلعب بنفس الاهتمام التكتيكي ده. بقول له هارد لك مره ثانيه، وبقول الحمد لله وبشكر لعيبتي على المباراه. الله يخليك يا كابتن. اتفضل. لا انا مستني. شكرا يا ابو احمد. الحمد لله. هل دي المباراه الاخيره؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني موضوع الملعب، حضرتك التقييم في القاهره علشان المباراه القادمه، التقييم في الاسكندريه عشان المباراه القادمه، ولا احنا هبتدي بالسؤال الثاني. احنا عاملين معسكر للمباراه الثانيه وممتدين لغايه ان شاء الله يوم السبت اللي هو يوم 5 لمباراه المقاصه حسب تحديد الملعب مسبقا، ومستنيين بس كالعاده الموافقه بتاعه الامانه العامه للقوات المسلحه. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه السؤال بتاعك حضرتك الثاني ايه؟ بالنسبه للمباراه ديت انا عندي اجتماع بكره ان شاء الله مع مستر مارتن، واعتقد هيتحدد فيها. انا على استعداد بالنسبه له هو حسب هو احتياجه ايه، حسب رؤيته هو، على اساس ان يعني لو في وجه مساعده محتاجه مني خلال يومين 3 دول هعمله. لو عنده الرؤيه ان هو يتسلم الفريق من بكره انا هسلمه الفرقه. وبعدين هو الحقيقه يمكن عملت اجتماع معاه قبل كده، لقيت ان هو ملم بكل افراد الفريق سواء على المستوى الجماعي او على المستوى الفردي، ودي هتساعده جدا ان شاء الله الفتره الجايه. اتفضلي. الله يبارك فيك. كنت عايز اسال حضرتك عن ايبولا، كان شارك النهارده واضح ايبولا شديد يعني، فعايز اسال عن راي حضرتك في مستواه وايه سبب يعني واضح قوي ان هو متضايق جدا وهو شارك. هو طبعا انا كمدرب بسعى باستمرار لتحسين الشكل بتاعي من خلال اداء اللعيبه. لما بحس ان في مركز في نوع من انواع القصور في الاداء اللي انا بتمناه واللي انا طالبه من اللعيب، فببتدي اغير، عندي بديل، هو البديل الموجود. عشان كده كون اللعيب يزعل ده امر طبيعي، ما فيش لعيب بيحب يخرج من الملعب، ده امر طبيعي، واحنا بنتعامل مع الامور زي دي بشكل انساني وشكل احترافي في نفس الوقت، بحيث ان اللعيب يعني بمجرد ما المباراه خلصت خلاص. فانا تفكيري وانا بلعب المباراه كمدرب ازاي افكر الفرقه بتاعتي، استثمر الوقت المتبقي عشان احقق الهدف من المباراه، وده اللي انا عملته يعني. شكرا جزيلا. عايز تسال كابتن طلعت حاجه انت؟ عايز تسال كابتن طلعت؟ اتفضل. انا هبدا بالشق الثاني يعني حته ان انا اكمل موسم ثاني، دي مساله يعني شويه لسه بدري عليها يعني. حسمها ما اعتقدش ان هو وارد انه يكون في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي يعني. فيما يخص تطلعاتنا بالنسبه للمركز، انا ما ببصش للمركز قد ما ببص لان انا اطور من اداء الفرقه بقدر الامكان يعني، وده اللي انا سعيت له في الفتره اللي فاتت يعني، اننا نطور، اننا نحفظ. ومن خلال الكلام ده انت
اكيد لما يحصل هترتقي بالاداء وهترتقي بالنتائج يعني. لكن هنوصل لفين؟ لا ما اقدرش احددها، لانه انت معاك فرق تانية في نفس الكاتيجوري وفي نفس المستوى وفي المنطقة دي كتير، وفرق قوية يعني، انت راكبها ببونت، هي راكباك ببونت، فالامور هتنتهي لايه في الاربعتاشر اسبوع اللي جايين؟ صعب جدا ان هو يتحدد. انا كل اللي حاول اعمله زي ما بقولك ان انا اغير او اطور من شكل الاداء بقدر الامكان في حدود الامكانيات المتاحة وفي حدود عدد اللعيبة اللي عندي. خلي بالك انا يعني انا بتحرك في 14 لعيب. المسألة مرتبطة بالهدف، اذا كان الهدف هو اننا نبقى موجودين في المكان اللي احنا موجودين فيه قد تكون مرضية. لكن النهاردة احنا اتأثرنا بحاجة يعني مهمة جدا، يعني انا عندي اسامة رجب وتشمنس واسامة محمد النهاردة مش في التشكيل، اللي هم لعبوا الماتش الاخير مع سموحة، مقصرين علينا، لان احنا بنتحرك في عدد محدود جدا من اللعيبة اللي بنؤدي بيها. فلما يخرج عنصر او ثلاث عناصر مرة واحدة فقد يكون هناك تأثير. فانت في حاجة الى دكة يعني تساعدك في انك تعمل عملية الروتيشن، لما حد مستوى ينزل تقدر تدخل حد مكانه. دلوقتي احنا لما بندخل حد شوية الامور بتهتز يعني. شكرا جزيلا. مسافرين ولا قاعدين؟